انه يكون حضر في النهائي. بون الحاجه الاولى لا الكارتون سي مكتوب ديجا قلتها افون وهدرتها وكامل مقدره من عند ربي سبحانه جابها ربي في الماتش هذا. بالك كنت راح نلعب فينال ولا نوصل سما نروح فينال ان شاء الله على كتب ربي. وبالك ما على باليش ان الواحد تجي بالك اصابه بالغه والله بالك يروح فانت كارير والله مقدره من عند ربي مرحبا بها فوالا. وثير يعني ويبقى القضاء والقدر كما قلت انت، ولكن الاكيد انه اي لاعب يتمنى انه يكون حاضر في النهائي، خاصه انه يعني نشوفوا لاعبين كبار يعني في مشوارهم كامل يعني تلقاه ما كتبلوش انه يكون حاضر في النهائي. حتى يعني العقوبه حتى تحرمك من تواجد في هذا النهائي التاريخي، الاكيد حرقه في القلب يعني ما قري انه الواحد كما نقول يصبر روحه ويقول بانه مكتوب ربي هذا الشيء اللي راهو كاين. بون يا كيما راك تقول بيان سور راح تغيظك وتغيظ اي واحد باسكو الفينال يعني اي واحد يتمنى يلعب فينال، ولاعبين كبار ما تحصل لهم الشرف باش يلعبوا فينال يوصلوا فينال ويلعبوا فينال. بون هذه يعني قلتها لك كي توصل للمكتوب حاجة ربي تفكر باللي ربي دار لك هذا الشيء يعني تنسى كلش يعني تقدر تقول يعني هي صح غايضة البنادم وذاك بصح كي توصل ودي ربي في بالك يعني بالك ربي معوض لي حاجة أخرى راح نلعب دي فينال واحد أخرين إن شاء الله. ولا حاجة مكتوب ربي إن شاء الله يعطينا الخير إن شاء الله من القدام ونلعبوا دي فينال واحد أخرين. تحصل لي شرف ورحت لعبت مع جياسكا في فينال ديناها في ذاك العام مي ما كنتش سير تيران إن شاء الله زيد هذا العام سي لا ميم شوز. فوالا ان شاء الله ربي يعني قلت لك مازال ودي فينال ان شاء الله وربي يوفقنا. فوالا خوتي يعني مقابله يعني ولدي في الجزائر وبعد ما نقولها وصلت للدار وتجاوزت هذيك الفرحه اللي كانت مع الزملاء نقولها بذهنيه ذهنيه مرتاحه ما ندمتش يعني على تلك اللقطه انك تقول بالك كان يكون ما درتش في بهذيك الطريقه انه خاصه انه المقابله كانت تحت الضغط والحكم يعني كان يعني في خرج لاعبين من المولوديه يعني ما ندمتش على تلك اللقطه يعني ما بقيتش تفكرها في الليله هذيك بعد الوصول للصيف يعني نو هي 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 سي فري تبقى تخدم لك في الراس وكلش باسكو يعني الحاجه الاولى ما نقول باللي البطاقه الحمراء هذه انا هدرتها وذاك ما نستاهلهاش هذه الكارتون روج باسكو والله العظيم ما قز جوار ما فلاكسيون هذيك دوك الناس كامل كي عاودت مام صحابي مام الناس على برا عيطوا لي وذاك ما كانش يعني كارتون روج فلاكسيون هذيك. مي يعني قلتها ديجا ما قبل لاربيت هذا مش ملايكة يعني انسان ويغلط وكانت عليه بريسيون في الماتش هذاك وين خرج بالك دو جوار فوسمو دار عليه الشاب جابها ربي ما على باليش انا يعني قلت لك قدرها ربي سبحانه بالك كنت سبه ما على باليش خرجت كارتون روج شويه تنفس لاربيت بالك كان قادر في الدقيقه الاخرى يعطيهم كارتون يعطيهم بينالتي ولا يعطيهم حاجه اخرى وان تسبب لنا الاقصاء. والله الحمد لله ربي جات هكذا وما جاتش جات فيا انا وما جاتش في ليكيب تاعي الحمد لله يعني هذا راني قلتها لك انا الحمد لله ربي ونشكره قدرها ربي وما الواحد راني قلت لك مازال الخير ان شاء الله وكاين طموحات واحده اخرى ان شاء الله. خثير يعني بالعوده للمشوار الكاس يعني كانه خثير يعني ما عندوش زهر في لاكوب دالجيري لانه في ملعب 8 يناير يسبق لك وان يعني سيناريو مشابه امام شباب قسنطينه في 2014 يعني ذكرى سيئه اخرى يعني في الذاكره تاعك بكاس الجزائر. نو هي الحمد لله اون 2014 كنت هنا لعبنا دومي فينال كارت فينال مع السياسي وين خرجت بكارتون روج ما تحملش الشعب في هذاك الوقت الشعب تاعنا تاع ستيف لانا لي سيبورتر ما على باليش ما قبلوهاش ولا هذاك باسكو ما نعرف جات في ليكيب اللي كنت نلعب فيها في السياسي كنلعب ديجا في السياسي قبل ما على باليش كيفاش جاتهم الشعب لهنا ما تقبلوهاش الحمد لله يا ربي الخطره هذه جات تخرجت كارتون روج وصلت لهنا لصيف الناس كامل يعني تموتيفي فيا ما يهبطلكش المورال ما على باليش انا قدرها ربي وهذاك وقفوا معايا الناس يعني فاقوا باللي سما جات كاليفيكاسيون جات راحت في ناز تماركيز سما جات بحلاوه ماشي كيما العام تاع 2014 كيما السنه الحمد لله ربي يعني قلت لك ربي ما يشوف غير الخير فوالا. خوتي كي نولي وراكم الباركور تاعكم في لاكوب دالجيري هذا العام يعني ابرز المحطات ربما كانت امام شبيبه الصوره في ملعب 8 ماي اللي كانت منعرج
لمواصلة المشوار، ومن بعدها كانت المقابلة تاع المولودية. كيفاش تقيم المشوار تاع وفاق سطيف في المنافسة هذه وصولا إلى النهائي المرتقب أمام شباب الوزبك؟ بون احنا المشوار تاعنا تاع اون شامبيونا اون كوب، الحمد لله يا ربي، يعني عندنا جروب متكامل، الناس كامل يعني دايرة بليكيب هذه، الحمد لله. سما المشوار تاعنا راهو جد مقبول باسكو دينا شامبيونا ورانا فيناليست، الحمد لله. سما اي واحد يتمنى يكون في بلاصتنا معايا، باسكو يعني قلت لك يعني درنا مجهودات كبيره بوندون 13 مو احنا نخدموا تعبنا، وذاك الحمد لله المشوار راهو جد ناجح. ان شاء الله نزيدو نكملوها بكوب ان شاء الله واحده اخرى ان شاء الله. فوالا وفي الاخير ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا في لافا ان شاء الله ونجيبوا لا كوب هذه اللي كتب ربي. في الغياب تاعك يعني كيفاش تتوقع المهمه تاع زملائك، خاصه مع انه الوفاق اللي كان افضل نادي في الجزائر خلال مشوار الاياب في البطوله راح يواجه ثاني افضل فريق في نفس المرحله تاع العوده هذه، يعني النهائي راح يكون بين احسن ناديين في البطوله خلال مرحله الاياب، نتوقع انه يكون نهائي يعني كبير بين فريقين عريقين، يعني انت كيفاش تشوف الماتش هذا وكيفاش تتكهن نتيجه هذا اللقاء؟ بون يعني فينال يعني راح تكون مليحه وراح بين دوزيكيب يعني لونتونت معروفه يعني بالتاريخ تاعها وكامل، سي ار بي سي لا ميم شوز ثاني معروفه بانها يعني تحصل على القاب عندها تاريخ كبير وكامل. يعني بور لا كيستيون تاعك كي قلت لي على صحابي وذاك، انا جو سي بلي عندنا دي غيرير كيما كنا في ماتش لامسيا راحين يكونوا بالك بلوس، راحين يمدوا البلوس بلوس واش مدينا في لامسيا باش ان شاء الله نتحصلوا على لاكوب هذه. والله ان شاء الله لا نقول الحاجه الاولى برك ان شاء الله تسود الروح الرياضيه في التيران وخارج التيران، ان شاء الله يجي نهائي جميل ان شاء الله، ان شاء الله الغلبه لنا ان شاء الله في لافا نكتب ربي باذن الله. في القاعده في سطيف تقول بان الوفاق لما يوصل النهائيات وخاصه يعني لما يتعلق الامر بكاس الجزائر الوفاق لا يخسر النهائيات. ايه بون لا يعني صح، احنا هنا في سطيف يقول لك عندنا المثل هذاك يقول لك اذا يعني توصل العين وما تشربش، احنا ديما لونطونت يعني توصل للفينال ولا هذاك تديها ان شاء الله يا ربي. يعني قلت لك انا بالمجهودات تاع الناس كامل وبالخدمه ان شاء الله يعني ما بقاش ما لحقناش العين يعني ان شاء الله ونشربوا كيما نقولوا احنا، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله، وان شاء الله اصحابي يكونوا رجال سيرتينا ويجيبوها ان شاء الله نكتب ربي. وثير يعني نشوفوا الموسم تاع وفاق سطيف بدا بصدمه افريقيه هنا يعني في ملعب 8 ماي اقصاء من رابطة الابطال الافريقيه، واليوم الوفاق ينافس من اجل الدوري، يعني من وجه الى اخر كيفاش مشى الموسم هذا وكيفاش عشتوه انتم كلاعبين بالخصوص؟ بون يعني لونتونت معروفه بهذا الشيء، يعني كل عام من تكون فيه مشاكل ولا تكون يعني نكسه ما على باليش انا من كوتي في اي كوتي لونتونت تعاود تنوض بلي سيبورتور تاعها بلي يعني قلت لك بالناس كامل اللي راهي دايره بها وذاك ديما تعاود توقف لونتونت. فوالا وانا كيما راهي تقول الناس برا ونزيد نقولها انا لونتونت فريق سما عالمي دوكا وصلت للعالميه، يعني بعد اي حاجه بعد اي نكسه والله هذاك راحين ان شاء الله نكونوا خير وخير، يعني هذيك الحاجه اللي تكون بالك تكسرنا والله هذاك راحين نعاودوا نوضوا نوصلوا ليكيب ان شاء الله الى بر الامان. فوالا خوتير يعني اكيد انك راح تكون غايب في المقابله النهائيه، كيفاش راح تبرمج مشاهده اللقاء ولا راح تكون حاضر في ملعب 5 جويليه مع الزملاء تاعك؟ كيفاش راح تكون اكيد انك راح تكون حاضر يعني في ملعب 5 جويليه، كيفاش راح تكون الخطاب راح توجهه للزملاء تاعك؟ هي لازم نكون حاضر باسكو يعني بالك ستي موتيفاسيون كيما هضرت هذا وين مع المدرب خير الدين مضوي قال لي الحضور تاعك زعما راح يكون يعني موتيفاسيون للجوار وقف مع اصحابك وذاك، انا يعني راني واجد ان شاء الله ونروح معهم وراح نسمى الواحد يحمسهم وذاك. راني قلت لك انا يعني ماشي انا ولا واحد اخر اللي راح بالك يعاود يرفع لهم معنويات ولا يعني يعاونهم ولا هذاك، راهم يعني واعيين بالمسؤوليه اللي راهي ملقات عليهم وذاك. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يكونوا راني قلت لك في نهارهم ان شاء الله، وان شاء الله يفرحوا الشعب الصيفي كامل. توجد البطوله مرتين مع وفاق سطيف
كثير، وسبق لك وانلت كاس الجزائر. يعني الفرق بين نكهه التتويج بالبطوله والكاس، وخاصه بالنسبه للانصار وفاق السيف كما تعرف انت، يعني الكاس معشوقه هنا في مدينه سطيف ولدى انصار النادي. الفرق بالنسبه لي كانت بين نكهه اللقبين. بون، هي عند الشعب الصيفي يعني يقول لك لاكوب، احنا كيما نقولوا القوطي، يقول لك جيبونا القوطي. هي لاكوب عندها نكهه عند الشعب الصيفي، والناس كامل تحب لاكوب. فوالا، احنا بور موا ما على باليش، انا شامبيون باسكو نتعبوا عليها بوندون ما على باليش 12 شهر ولا هذاك، وحنا نتعبوا عليها. ثاني عندها نكهه خاصه، ما نقصوش من القيمه تاع الشامبيون. هي يعني في لي دو تيتر اسمها الخزان، من يتعمر يعني مليح ليكيب ومليح للجوار. فوالا، يعني ان شاء الله، راني قلت لك ان شاء الله الناس اللي الشعب تاع سطيف راهو سما يحب ليكوب ويحب هذاك، ان شاء الله نديروا لهم المبتغى تاعهم ونجيبوا لهم ان شاء الله الكاس، ان شاء الله نجيبوها لهم لهنا. نكتب ربي. في الختام قلت لك نترك لك المجال لكي القاء كلمه اخيره في نهايه هذا. بون، الحاجه الاولى نشكر كامل الناس اللي يعني كانت ورا ليكيب بوندون كيما قلت حتى العام كامل، يعني عطاو سما مش كوش في القدرات تاعنا، كانوا ورانا بعد النكسه هذيك تاع سان داونز وين خسرنا لهنا لاكوب دافريك، وكان الاقصاء وكلش. يعني نشكر الناس كامل اللي كانت يعني مديره فينا ثقه، عطاو لنا ثقه اللي خلاتنا يعني نمدوا واش كاين يعني في الجعبه تاعنا، خرجوا واش كاين في الجعبه تاعنا. نشكرهم كامل، نشكر يعني الستاف ديريجون، ستاف ميديكال، لي جوار، كامل الناس، الشعب الصيفي، لي سيبورتير، فوالا. نهدي الشامبيون يعني لا فامي زيتي، وكامل الكامل محبي الاسره الصيفيه. فوالا، الناس الصيف. فوالا، يعطيك الصحه، بارك الله فيك.